وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية الحلقة اليوم، حيث برعت المصممة اللبنانية مادونا في فن الرسم على الجلود وقلادات الدمى بطريقة مبتكرة استمدتها من مجال دراستها للفن أو فن الجرافيكس، وتطورت حتى أصبحت تحترف هذا الفن وتنقل شغفها على قطع من الملابس والأحذية والقبعات وغيرها من القطع. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستوديو الرسامة ومصممة الجرافيكس مادونا رمال. صباح الخير. صباح النور. هي هناك من الساعة 5:30 ولا 6:30؟ 6:30 إلا. الله يعينك. طيب مادونا، بداية هل هي دراسة أم هواية؟ هي بلشت هواية وتكملت دراسة ورجعت هواية. ما شغل. متى كان هذا التحول؟ لك تقول من 2008 بس لما بداية الجامعة هون بلشت أطور حالي تأخذها على محمل الجد. من ناحية الجرافيكس علمتني كثير، من ناحية الرسم طورتني كثير. حلو. فهون قلت خلص. بدأتي بأي قطع إن أنت تبدأي ترسمي عليها، وأي القطع اللي الناس حبتها أكثر؟ أنا أول شيء كنت مفكرة بالدمى. فأنا قلت في شيء زيدي معنا. هي زيدي صح. قلت راح نحضر أرواح اليوم. طيب. على هذا الشكل على حسب الزبون، كل حدا بده يرسم وجهه أو وجه شو ما كان، يعني في يكون كرتوني، في يكون شيء طبيعي. رسمينا مروة ولا صعبة؟ لا بنرسم، ليش بدنا نرسم؟ جاهزين، نحن جاهزين على طول جاهزين. فهيدي مروة. هذه مروة. هيدي مروة. أنا صدقين أحلى من الحقيقة يا مروة. الصورة المتوفرة كانت بشعر الفاتح. يعني حتى لما أقول لك شيء أحلى من الحقيقة يا مروة. ما؟ لا هذا إطراء، هذا إطراء. ما يا جماعة. عادل خليك في حالك. أوكي خلاص. أنت مسافر الأسبوع الجاي، خلينا علاقتنا سليمة مع بعض. مدونة إيش كثر تاخذ معك وقت حتى ترسمين الوجه؟ الرسم بياخذ من نص ساعة لثلاث أرباع الساعة. وعلى حسب نص ساعة إلى ثلاث أرباع. ثلاث أرباع ساعة، 45 دقيقة. إي هو شنو الألوان المستخدمة؟ في ألوان رصاص، في ألوان تلوين مخصوص بالقماش لأنه هي نوع قماش. وفي بالأخير في سبراي مثبت لكل الألوان كل ما يروح اللون. مشتيها أخنقها. خذها وراك وراك. طيب أنا شايفة إن أنت عندك الأقلام اللي تستخدميها هي أقلام مكياج يمكن؟ نو هدول أقلام مخصوصة للكونتورينج. لا هي مسائبة الكونتورينج اللي بعمله على الألعاب، هي متاخدة من الألوان الطبيعية. يعني إحنا عم نرسم شيء طبيعي مش شيء خيالي. فهدول الألوان اللي بعمل كونتور مثل كأي بنت، فنفس الألوان بستخدمها. طيب وهي القطع الجاكيت بتاخذ وقت منك قد إيه؟ يمكن تحتاج شغل أكبر. عجبتني هذه. هذه صورتك انت. انا صورتي وجوزي وابني. انت وزوجك وابنك. نعم. ما شاء الله. طيب هذه ايش كثر تاخذ منك وقت؟ هدول بتاخذ من 6 ساعات ل 10 ساعات، مرات 12 ساعه، لانه كل وجه بياخذ وقته. هل الالوان هذه ثابته ولا تروح؟ ثابته وبتنغسل وبتنكوى. يعني عادي احطها في بالغساله على مي بارده. معقوله؟ على مي بارده وبالغساله، مو مش يدوي ايضا. مش يدوي. طيب شو الالوان المستخدمه هذه؟ هي مستخدمه الوان خاصه ولا عادي؟ لا الوان خاصه بالجينز بالدنم جينز. وفي عندي قصص ثانيه على الجلد كمان الوان خاصه بالجلد. ورينا هاي حتى للباسبورت كفرز. هي شنطه على الجلد. تختلف الالوان من هنا اكيد لهنا؟ كل ماتيريال الى الوانه. يعني كل الالوان تستخدميها الوان مخصوصه بالجلد. مخصصه للجلد. اوكي بتاخذ وقت منك قد ايه؟ كمان من 4 ساعات لست ساعات لانه الحجم اصغر وانا بنطر الالوان تنشف، بشتغل طبقه. طب لو غلطتي غلطه بتصلحيها ازاي؟ رسام دائما له الطرق الخاصه يظبط اغلاطه. طرق الخلطه. بس قولي لنا. طيب عاده هي مرغوبه عند البنات الصغار. هلا فايته بكل العالم، من صغير لكبير لشباب لصبايا لكل. طريقة تقبلها وتسويقها، هناك مطالب معينة انه يطلبونها منك؟ هو بما انه مايدونا دولز كصفحة الأساسية كانت ماخدة عين الاعتبار الوجوه الأساسية. فالوجه الطبيعي، فقليل ما حدا عم يطلب مني شيء كرتوني، فهذا الشيء اللي ميزني عن غيري. طيب. انا عم برسم شيء طبيعي ومش شيء من الخيال او عم بس دائما بعدل بقصص صغيره واكيد مع طلب الزبون برضا. يعني الناس بتحب ايه اكثر، الجاكيت ولا الشنط ولا الباسبورت؟ نحن بدبي صح؟ دبي في 185 جنسيه. فبدك تمشي مع كل الازواق. طيب هل يعني
تهوقتنا، اعتذر منك مدونة. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا للرسامة ومصممة الجرافيكس مدونة رمال، يعطيك العافية. شكرا مدونة، شكرا على الهدية. شكرا ايضا لكم انتم، في امان الكريم. عطلة نهاية اسبوع سعيدة. عندي كادولة لك قبل. انا؟ وين عادل؟ طيب. واو. حلوة. يلا. يلا. في امان الكريم، اذا هذا انا. لا مش احنا مش